بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، من غزة إلى لبنان وإيران، محاولة إعادة صياغة قواعد اللعبة في مواجهة إسرائيل في يد عود أحرونوت. تجارب التاريخ تقول إن لا شيء يضمن عدم عودة أمريكا إلى أفغانستان في صحيفة نيويورك تايمز. مؤامرة النار عن الحرائق التي اندلعت في مناطق عديدة في الجزائر في صحيفة الشعب الجزائرية. في الميادين نت، حصاد أبطال وميداليات أولمبياد طوكيو 2020 في صفحة الإنفوغراف. كاتب اليوم المقداد خالد سنسأله عن شكل موائد السودانيين بعد الأزمة الاقتصادية. الحدث هذا اليوم ترقب لتقديم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيلته الحكومية في ضوء التحديات الكبيرة التي تنتظرها. في جديد اليوم، الأنظمة المطبعة ماضية في مسارها. المغرب يستقبل اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد. وضيف اليوم مختار حداد. أهلا ومرحبا بكم. جبهات ثلاث لطالما شكلت قلقا لإسرائيل، لكن ما يراه الاحتلال قاسما مشتركا بينها في الأونة الأخيرة جرأتها الزائدة ومحاولتها إعادة صياغة قواعد اللعبة في مواجهة إسرائيل. هذه هي خلاصة مقالة مشتركة لعموس جلعاد رئيس الشعبة الأمنية السياسية في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقا، وميخائيل ملشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشي ديان في صحيفة يدعوت أحرونوت. يتحدث الكاتبان عن جبهات غزة ولبنان وإيران، ويقولان إن تراكم الأحداث في الأونة الأخيرة يمكن أن يدل على تغيير يتشكل في منطق أعداء إسرائيل في أعقاب متغيرات على رأسها إدارة أمريكية جديدة تعتبر في نظر كثيرين أنها تظهر حماسة أقل من سابقتها لاستخدام القوة في المنطقة. تركيز إسرائيل على أزمة كورونا والعقدة السياسية الداخلية المستمرة وضعف ومخاوف أبداها ما يسميه الكاتبان العالم العربي السني بعد تقديره بأن واشنطن لا توفر له دعما مستقرا كما في الماضي. يقول الكاتبان إن فجوة تتبدى منذ عدة شهور بين التقدير الإسرائيلي، وبحسبه هؤلاء مردعون ويسعون بكل قدرتهم للحفاظ على تهدئة مع إسرائيل، وبين الواقع الفعلي الذي يتصرف فيه هؤلاء بجرأة أنتجت مفاجآت على شاكلة المبادرة الهجومية من حماس ضد إسرائيل أو رد حزب الله على هجوم الجيش الإسرائيلي في لبنان. الفرضية الأساسية الإسرائيلية حيال مردوعية أعدائها عن معركة واسعة وكرههم لها صحيحة بالفعل، لكنها تفوت استعدادهم لانتهاج خطوات عسكرية هي في نظرهم تحت سقف التصعيد الشامل. إنها فجوة مطلوب فهمها واستيعابها بدل الانجرار إلى حلول سهلة نسبيا، مثل تفسيرات بأن العدو فقد توازنه وأصبح غير متوقع، مثلما زعموا مؤخرا حيال يحيى السنوار. أستاذ مختار حداد، أهلا ومرحبا بك، وحضرتك رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية ومدير الشؤون الدولية في مؤسسة إيران الإعلامية، يسرني دائما أن تكون معنا عبر شاشة الميادين. أستاذ مختار، يعني ما قالته يدعوت أحرونوت في هذا المقال ليس جديد، الصحف العبرية تحدثت عنه في السابق، ولكن أن يكون الكاتبان عموس جلعاد وميخائيل ملشتاين يجعل منه ليس مجرد مقال رأي بل واقع وتحذير إذا صح التعبير مباشر للقيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل، أين أخفقت تل أبيب التقدير في هذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم. في الحقيقة يعني القيادة العسكرية والأمنية في الكيان الصهيوني، يعني بالرغم من أن البعض كان يظن أن رحيل نتنياهو سيغير القليل من الرؤية الصهيونية، ولكن واضح يعني هذا التقدير كان تقدير خاطئا، وأن الكيان الصهيوني يعني بتغيير رئيس الوزراء لن تتغير استراتيجيته حتى إذا كانت مبنية على رؤية خاطئة. يعني رأينا ما قام به نتنياهو خلال الفترة من رئاسة وزرائه من مشاكل يعني أمنية وأحداث أمنية، والآن
نرى يعني هذا الرئيس الوزراء الحالي كذلك هو مستمر على نفس النهج، وهناك توجد يعني عقلية عسكرية وأمنية تقف وراء يعني مثل هذه المخططات أو البرنامج أو هذه الاستراتيجيات التي يعني تبحث عنها الكيان الصهيوني. فلذلك يعني أنا أعتقد يعني القيادة الأمنية والعسكرية الصهيونية هي يعني في يعني دائما كانت حساباتها خاطئة، خاصة يعني تجاه إيران أو تطورات المنطقة. يعني الآن نرى هم يفتعلون أزمة في المنطقة من أجل تحريك الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبهم، يعني استجلاب الدعم الأمريكي، وكذلك بعض الدول الأخرى مثل بريطانيا لافتعال أزمة عسكرية. ولكن كما تعلمون يعني الآن بريطانيا أعطت رسالة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها لا تريد الدخول في حرب عسكرية مع إيران أو تصعيد. بالحديث عن افتعال أزمة، في مقال يدعوت أحرونوت يقول الكاتبان أن إيران لم تتلقى ضررا مهما، أي أنها لم تتلقى قصاصا بحسب الإسرائيليين في عقاب خطواتها العدوانية دائما بحسب هذه الصحيفة الإسرائيلية في الخليج، حيث الحوار النووي مستمر وممثلو الاتحاد الأوروبي حضروا أداء رئيسها الجديد اليمين. إسرائيل منزعجة تريد ردود فعل قاسية حيال إيران على خلفية ما حصل مع السفينة الإسرائيلية، وهذا واضح. هل زيارة مدير CIA للمنطقة تندرج في هذا السياق؟ أتحدث طبعا عن زيارة ويليام بيرنز، وكيف تنظر طهران لهذه الزيارة؟ نعم، يعني أنا ذكرت يعني الصهاينة يعني يسعون لاستجلاب الدعم الصهيوني لهم، سواء يكون هذا الدعم عسكري، سياسي، اقتصادي وأمني. وفي هذا الإطار نرى يعني رئيس الاستخبارات الأمريكية الآن يزور هذه المنطقة، وهو من المؤكد يعني يقوم بهذه الزيارة بالتنسيق مع يعني قادة كيان العدو الصهيوني، خاصة القادة الأمنيين والعسكريين الذين يقفون يعني وراء هذه الإجراءات. يعني القادة السياسيين في الكيان الصهيوني هم ينفذون دائما ما يتم يعني تعيينه من جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية. أما الآن زيارة بيرنز تأتي في هذا الإطار، وهو يعني جاء إلى المنطقة لمتابعة هذا الموضوع وهذا الملف. يعني أنا ذكرت البريطانيين الآن بشكل ما انسحبوا من هذا الموضوع، ولكن الأمريكان ما زالوا مستمرين، لأنه يعني نحن علينا أن لا الآن يجب أن نقول في هذه المرحلة، وهذا تم إثباته بأن أثبتوا الأمريكان الآن في إجراءاتهم لا فرق بينهم بين إدارة بايدن وإدارة ترامب. يعني نرى الوضع يعني في المفاوضات النووية، الإجراءات الأمريكية، ويعني هذا يؤكد بأن الأمريكان ما زالوا مستمرين على ذلك النهج من أجل الحصول على شيء أو الضغط على الجمهورية الإسلامية في الملفات الإقليمية أو الملف الدفاعي الإيراني. أما بالنسبة للملف النووي، يعني الكيان الصهيوني يعني أنا أتذكر يعني منذ اليوم الأول الذي بدأت المفاوضات التي توصل إليها الدول الأعضاء إلى الاتفاق النووي، يعني الكيان الصهيوني كان يسعى بشكل كبير بأنه أصلا لا يحصل هذا الاتفاق. الآن عندما بدأت هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات الغير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من أجل عودة الولايات المتحدة، الصهاينة مرة أخرى دخلوا على الخط، وهم يبذلون يعني جميع المساعي من أجل التأثير على هذه المفاوضات. بما أنك ذكرت بأن ربما أمريكا ماضية في نهجها تجاه إيران، يبدو أنها أيضا الإدارة الأمريكية ماضية في نهجها أي الخروج من أفغانستان إلى الساحة الأكثر سخونة ربما في العالم عالم هذه الأيام، أفغانستان، حيث تتسارع التطورات الميدانية فيما تبدو واشنطن ماضية فعلا في قرار الانسحاب، لكن هل ستصبح خارج المشهد فعليا؟ يقول بن هابرد في نيويورك تايمز، يقول إن تجارب التاريخ تقول بأن واشنطن ستكافح للبقاء خارج أفغانستان، متوقعا تكرار سيناريو العراق بعد سيطرة داعش وإعلان إماراته المتطرفة. يقول الكاتب إن التحدي المتمثل في تحقيق المصالح الأمريكية في المجتمعات المعقدة والبعيدة مثل أفغانستان والعراق أربك صناع السياسة في كلا الحزبين منذ أن أعلن الرئيس جورج بوش الابن الحرب على الإرهاب قبل عقدين تقريبا. منذ ذلك الحين تأرجحت الآراء حتى كيفية تحديد هذه المصالح بشكل كبير، مدفوعة في بعض الأحيان بالرغبة في نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي أحيان أخرى بالسخط لأن الجهود المكلفة التي تبذلها الولايات المتحدة لم تؤتي
سوى القليل من الثمار. والنتيجة وفقا لبعض المحللين والمسؤولين السابقين في الولايات المتحدة هي أنه لا يمكن أبدا ضمان مدة بقاء الولايات المتحدة. نبقى في نفس السياق، وسواء انسحبت أم لم تنسحب من أفغانستان، حتى الآن القرار المعلن من واشنطن هو الانسحاب بحلول 11 من أيلول سبتمبر، هذا التاريخ التاريخي. تقول مجلة دي أتلانتيك ضمن ملف مخصص لمرور 20 عاما على الهجمات إن 11 من أيلول سبتمبر كان تحذيرا لما سيأتي لاحقا من قرن صادم وكارثي. يستعرض المقال ثلاثة آراء سادت بشأن تفسير الهجمات ورد عليها. الأول أن الهجمات أتت كعقاب وربما حتى كعدالة كونية على أفعال أمريكا في الخارج. رأي آخر يرى أمريكا على أنها الطرف البريء تماما، فكل من كان شريرا أي هم، وكل من هو جيد أي نحن، كانت العبارة الرئيسية في الحرب. الوضوح الأخلاقي التي أصبحت عمليا سياسة عدوانية سرعان ما مزقت الوحدة الوطنية وأدت في النهاية إلى عزل معظم العالم. أما الرأي الثالث فهو أنه كان على أمريكا رغم كل عيوبها الالتزام بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتى لو كان هذا يعني استخدام الفرقة 82 الجوية لمحاولة بناء دولة في أفغانستان وتغيير النظام في العراق. لقد أدت أحداث 11 من أيلول سبتمبر إلى ظهور فكرة أن الأمن في الداخل يعتمد على انتشار القيم الديمقراطية في العالم الإسلامي. كانت هذه وجهة نظر المتدخلين الليبراليين بمن فيهم كاتب المقال قبل البدء بتغطية حرب العراق في عام 2003، وهي وجهة نظر عانت من الوهم بأن سياسات الحرب يمكن أن تتناسب مع غايات إنسانية. دائما أعود إليكم أستاذ مختار، ما تقوله أو ما يقوله الصحفي بن هابرت في نيويورك تايمز، هذا الصحفي المقيم في بيروت، قاله صراحة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للرئيس الأمريكي بايدن الآن، وقال له بأنه رأى هذا الفيلم يعني في السابق، أي رأى خروج الأمريكيين من العراق وعودتهم، وهو يرى ذلك أيضا في أفغانستان، أي أن الأمريكيين سيخرجون ولكن سيعودون من نافذة أخرى. هل ترى أوجه شبه فعلا في هذا الموضوع؟ نعم، يعني الأمريكان أنا أعتقد كانوا يعني أرادوا أن ينشروا وهم على العالم بأن مجيئهم إلى هذه المنطقة هو من أجل نشر الديمقراطية، حل مشاكل المنطقة وما شابه ذلك. يعني رأينا عندما ذهبوا إلى أفغانستان هم ادعوا يريدون مواجهة حركة طالبان، مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي، ولكن أن نرى النتيجة على الساحة، حركة طالبان أصبحت أقوى من السابق، هي الآن تحتل المدن الأفغانية، إلى جانب ذلك يعني تنظيم القاعدة الإرهابي تطور انتشر وخرج من هذا التنظيم الذي يعني حسب الوثائق كذلك كان لدى الأمريكان دور يعني في دعمه وتأسيسه في الحرب يعني بين الأفغان والاتحاد السوفيتي، يعني خرج من نفس هذا التنظيم تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات أخرى وانتشرت في هذه المنطقة. والآن الأمريكان يخرجون من أفغانستان وأفغانستان تعاني من مشاكل، إلى جانب ذلك يخرجون من العراق وخلقوا تلك المشاكل في العراق، إلى جانب ذلك يعني هناك نتذكر يعني فصائل الحشد الشعبي كيف كانت تنشر وثائق وأدلة بأنه كيف كان يتم نقل أو مساعدة يعني الإرهابيين يعني الدواعش في العراق. والآن هناك توجد كذلك أخبار بأنه في سوريا كذلك الاحتلال الأمريكي يلعب هذا الدور، ولكن صحيح الأمريكان الآن فشلوا في سياسات في المنطقة، ولكن علينا أن نعلم بأنه الأمريكان دائما يعيشوا على هذه الأزمات في المنطقة. ممكن أن يخرجوا من أفغانستان ولكن هم ممكن أن يخلقوا أزمات أخرى، لأن يعني الأمريكان لديهم حسابات اقتصادية سياسية وهم يعيشوا على وجود أو اختلاق أزمات في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. بالحديث عن أفغانستان بالتحديد، الصحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أن الإدارة الأمريكية تعتمد استراتيجية السباحة أو الغرق، أي أنها بطبيعة الحال تترك القوات الأفغانية تغرق فيما طالبان تتمدد على الجغرافيا الأفغانية. هذا التمدد بطبيعة الحال يقلق إيران، وهي قالت بأنها مستعدة لاستضافة قمة لدول جوار أفغانستان لحل الأزمة الأفغانية. ما المتوقع من هذا؟ نعم، يعني كما تعرفون يعني تنظيم يعني حركة طالبان
هي حركة تعمل أو يعني تحارب على أساس حرب العصابات، ولكن الجيش الأفغاني وهو عدده أكبر يعني بالثلاثة أعتقد أضعاف عن أعداد يعني قوات طالبان، هم متدربين يعني على شكل الحروب الكلاسيكية، وهذا كان سببه يعني الولايات المتحدة التي لم تدرب الجيش الأفغاني بشكل كامل وهي متعمدة بذلك الآن. أما بالنسبة لاستمرار هذه الأزمة، هذه تكون أزمة خطيرة يعني. صحيح يعني الآن إيران تستضيف يعني جلسات حوار، قطر تستضيف جلسات حوار من أجل توصل حركة طالبان والحكومة الأفغانية إلى نتيجة، ولكن إيران من المؤكد لا تقبل أبدا بأنه حركة طالبان تنفرد بالحكم وهي تقوم بحكم البلاد، لأنه في وجود هذه البيئة ستخرج يعني حركات ممكن إرهابية خطيرة. يعني الآن هناك روسيا حدودها يعني الحدود دول القوقاز يعني تعاني الآن من مشكلة أمنية بسبب وجود حركات موجودة متطرفة على هذه الحدود، وحتى الصين يعني يعني حركات كحركة تركستان وما شابه ذلك. كذلك الحدود الإيرانية ستعاني من مشاكل أمنية إذا هناك بيئة طالبان انتشرت وهي حكمت البلاد. فلذلك يعني إيران الآن تعلن استعدادها لهذا الأمر، وإيران تريد بأن هؤلاء يتوصلوا إلى الحل، وإيران تقول إذا طالبان تريد أن يكون لديها حضور في أفغانستان يجب أن يكون حضورها إلى جانب بقية التيارات والحركات السياسية وضمن هذه الحكومة الأفغانية. من حروب أمريكا التي لا تنتهي إلى لبنان الذي تجدد فيه يوم أمس تهافت المواطنين على محطات الوقود وشركات بيع الغاز في ظل تقارير تتحدث عن رفع الدعم عن المحروقات. صحيفة الأخبار اللبنانية وتحت عنوان المازوت يطفئ لبنان قالت إن كل المؤشرات تقود إلى اتجاه واحد هو الانفجار القريب، مشيرة إلى أن المصيبة اكتملت مع انقطاع مادة المازوت، ما ينذر بنتائج كارثية على كل القطاعات بسبب عتمة شاملة. هذه الأزمة اتسعت لتشمل المستشفيات والمصانع والمطاحن وكل ما يمس بضروريات السكان، فبعد إعلان أكبر مصنع لصناعة وإنتاج الأمصال في لبنان توقفه عن العمل بسبب فقدانه مادة المازوت والحديث عن قرب توقف بعض المستشفيات عن العمل، أصدر تجمع المطاحن بيانا أعلن فيه توقف عدد من المطاحن قسريا عن العمل للسبب عينه. إذن أستاذ مختار، لبنان في قلب الكارثة. مطلع هذا الأسبوع كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الإيراني رئيسي، شدد فيه ماكرون عفوا على ضرورة أن يفضي التفاوض أو التعاون مع إيران إلى استقرار لبنان. هل مبادرة ثنائية، علما أن فرنسا عادة ما تعكس التوجه الأمريكي في لبنان؟ نعم، يعني الجمهورية الإسلامية يهمها دائما الاستقرار في لبنان. يعني رأينا أن إيران أعلنت استعدادها لبيع النفط والمشتقات النفطية إلى لبنان، ولكن نرى يعني الولايات المتحدة وبعض هذه الأزمات التي الآن تفتعل خاصة ضد السفن هو هدفها يعني من أجل عدم إيصال مثلا في حال يعني توصل إلى اتفاق عدم إيصال مثل هذه المشتقات أو هذه يعني المنتجات النفطية إلى لبنان، كما يحدث يعني بالنسبة لسوريا. يعني رأينا أنه بعض السفن التي استهدفتها الكيان الصهيوني هي كانت في طريقها إلى سوريا أو إلى فنزويلا، وإيران كانت يعني تبيع النفط لهذه الدول. ولكن إيران من المؤكد يعني إيران مستعدة للتعاون يعني مع أي دولة من أجل يعني حل هذه الأزمة في لبنان ومساعدة لبنان، ولكن إيران لديها اعتقاد راسخ بأنه الموضوع اللبناني هو يجب أن يحل بين اللبنانيين. يعني عندما هناك تشكل حكومة في لبنان هذا شأن يخص الشعب اللبناني، ولا يمكن للدول بأن تأتي وتلعب دورا وتريد أن تؤثر. يعني هذا إجراء غير صحيح بأنه يأتي مثلا مسؤول فرنسي ويقول نحن نقدم المساعدات للبنان بشرط تشكيل الحكومة، في الوقت الذي الآن هناك توجد يعني حكومة تسيير أعمال وهو بإمكانه أن يقدم المساعدات إذا يكون لديه نية صادقة، ولكن هؤلاء نيتهم غير صادقة. يعني كما ذكرتم أنتم هم يعبرون عن المشروع الأمريكي، يعني الفرنسيين الآن يلعبون الدور بالنيابة عن الولايات المتحدة. فلذلك يعني إيران لديها اعتقاد بأنه الموضوع اللبناني هو شأن يخص الشعب اللبناني ويجب أن يتم حله بين اللبنانيين أنفسهم، وأي دولة تريد أن تدعم لبنان عليها أن تبتعد عن أهدافها أو البحث عن بعض الأهداف في الساحة اللبنانية.
من الكارثة التي يعاني منها لبنان إلى كارثة طبيعية أخرى أو ربما مفتعلة. 42 شخصا قضوا في حرائق اجتاحت عدة مناطق من الجزائر التي رأت سلطاتها أنها بفعل فاعل. في هذا الإطار مشاهدين تكتب صحيفة الشعب الجزائرية تحت عنوان مؤامرة النار، أنها جريمة متكاملة الأركان تؤسس لثقافة التدمير في أبشع صورها. تقول الصحيفة إن المهم في الفاعل مهما تعددت أسماء أنه يشعل عودة ثقاب أو ولاعة لتخويف الثابتين على وطنيتهم بدروس تطبيقية في المعنى الحقيقي للخيانة، مضيفة أنه عندما تفشل ما وصفتها بالدسائس والمؤامرات في تحقيق الغاية تصبح سياسة الأرض المحروقة الحل لمحاولة كسر إرادة شعب رفض الخنوع والخضوع لأهداف ترسمها مخططات توضح في جناح الظلام دامس. الكلام دائما لصحيفة الشعب الجزائرية. بعيدا عن أسباب الحرائق، تتناول صحيفة إنديبندنت البريطانية أسباب ذهاب الأمور نحو الأسوأ، وفي مقالة بعنوان منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها تحترق، تقول الصحيفة أن الساحل تحول إلى أرض قاحلة بفعل الحرائق الهائلة التي اجتاحت أجزاء من اليونان وتركيا وإيطاليا والجزائر وتونس. وتنقل عن رئيس مركز تغير المناخ ودراسات السياسات في إسطنبول أن المناخ سيكون صحراء في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. يتوقع الرجل الذي يوشك فريقه على إصدار ورقة بحثية عن حرائق الغابات أنه بحلول نهاية القرن سيكون المناخ في جنوب تركيا وجنوب اليونان وجنوب إيطاليا مشابها لمناخ القاهرة ومدينة البصرة جنوب العراق الآن. ويقول العلماء إن الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة لكونها جسما مائيا محصورا بين ثلاث كتل أرضية عملاقة يجعلها عرضة بشكل خاص لتغير المناخ. دائما أعود إليكم أستاذ مختار للحديث عن الحرائق وتحديدا الحرائق في الجزائر. إن كانت مؤامرة فعلا كما تقول الصحيفة الجزائرية، من المستفيد منها؟ أكان ذلك جهات داخلية أم خارجية؟ نعم، في الحقيقة نعم، نحن نقول نعم المناخ الآن سيء، ونحن كذلك يعني نرى ذلك تأثير ذلك على إيران في موضوع الجفاف، ولكن الحرائق التي تخص المناخ هي واضحة، يعني دائما تحدث في بعض المناطق وهي معروفة. يعني في إيران نعلم يعني مثلا الغابة في منطقة الفلانية سيحصل فيها ممكن حرائق في الصيف، وهناك تنشر دائما يعني تحذيرات في تلك الفترة. ولكن نحن رأينا العام الماضي في إيران، أنا أذكر كمثال مثل هذه الحرائق الذي الآن نراها في الجزائر، وهناك البعض توصل بأنه ممكن بعضها يكون يعني حرائق متعمدة أمنية. هذا موضوع يعني واضح يا ويعني كان لم يتعلق الموضوع بالمناخ، كذلك هذا الآن بالنسبة للجزائر، يعني هناك واضح يعني هذه ممكن تكون مؤامرة خارجة عن موضوع المناخ، يعني البعض يختار بعض المناطق في بعض الدول لأهداف لكي يشغل الحكومات والشعوب في مثل هذه الأزمات الخطيرة والكبيرة التي يعني تتعرض إليها الدول، وهؤلاء يعني أنا أعتقد معظمها هي من الخارج، يعني كما حدث في إيران. يعني توصلوا بأن بعض هذه الحرائق هي كانت تأتي ضمن مؤامرة لإشغال إيران بمشاكل كبيرة، ورأينا يعني مناطق كبيرة في إيران عام الماضي عانت من هذا الموضوع، وأعتقد هذا هو سيكون الحال بالنسبة للجزائر. يعني هؤلاء الذين لا يريدون بأن الجزائريين يحققوا ما كانوا يريدون الآن يشغلوا الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري بمثل هذه الأزمة الكبيرة والخطيرة. أنت دائما معنا أستاذ مختار حداد. من ثلاث وجبات يوميا إلى وجبتين وأطعمة غريبة ستكون نتائجها الصحية كارثية. عن شكل موائد السودانيين بعد الأزمة الاقتصادية كتب المقداد خالد في الميادين نت. نتابع. السودانيون يهجرون حبيب الشعب لصالح العدس. المقداد خالد، الميادين نت. تبدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية في السودان في تغييرات كبيرة طاولت موائد الأهالي على مستوى النوع والكم، وذلك علاوة على ظهور أنماط غذائية تقشفية في بلد موصوف بأنه سلة غذاء الوطن العربي. تقلصت الوجبات داخل غالبية الأسر المحلية إلى اثنتين في اليوم عوضا عن ثلاث وجبات لأجل خفض النفقات، وتعد اللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه بأنواعها المختلفة والألبان ومشتقاتها
من أبرز الأصناف التي غيبتها الأزمة الاقتصادية عن موائد السودانيين، ونتيجة لتضخم الأسعار غابت أصناف كثيرة عن المائدة المحلية من شاكلة اللحوم وصحن سلطة الخضروات وأصناف الحلو، كما غاب طقس تناول الشاي مع الحليب عند الأمسيات. تراجع الفول المصري من تصنيفه على أنه حبيب الشعب لمصلحة العدس والبليلة العدسية اللوبياء الهندية، وذلك بعد موجة الارتفاع الكبير التي طالت أسعاره أخيراً. وتتصدر وجبة البليلة العدسية حالياً قائمة المأكولات السودانية لدى قطاع الطلاب والعمال لسعرها المعقول نسبياً من 300 إلى 350 للطلب الواحد، إلى جانب أنها تؤكل عادة بالملعقة، وفي حال الجوع الشديد يمكن تناولها مع بعض الأرغفة. عادت طبخات مثل الفاصولياء والبامية والملوخية لتتصدر وجبة الغداء في البيوت السودانية، لكونها لا تكلف كثيرا من المال ويمكن تخزينها في البرادات وتناولها لأيام عديدة. وتحولت الكثيرات من السيدات إلى أعداد رقائق الكسرة التقليدية المصنوعة من الذرة لتحل مقام الرغيف الغالي الثمن. حتى الآن كلما ساءت ظروف الاقتصاد حملت غريزة البقاء السودانيين على التكيف مع الأوضاع الجديدة بخلق بيئاتهم وأنماطهم المعيشية الخاصة، لكن إلى متى يستمر ذلك؟ سؤال يجيب عنه مقبل الأيام. أستاذ المقداد خالد، أهلا ومرحبا بك عبر شاشة الميادين. مائدة السودانيين تعكس بطبيعة الحال مدى عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد الذي يعد سلة غذاء العالم العربي. هناك من يرى أن غياب بعض المواد الأساسية أمر متعمد ومقصود في السودان، ما الذي يحصل؟ صباح الخير زملاء في الميادين، سعيد بالإطلالة عبر التلفاز. هناك مشكل كبير يواجهه السودانيون منذ رحيل نظام الرئيس الأسبق عمر البشير في انتفاضة شعبية. هناك مشاكل موروثة كثيرة ورثها النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الله حمدوك. من ضمن هذه المشاكل تضخم عالي وانفصال جنوب السودان في العام 2011 بثلثي إنتاج النفط، حيث يعتمد السودان كان على النفط بصورة كبيرة. وبعد الانفصال بدأت مشاكل الاقتصاد في التنامي، وهي كانت جزء أساسي من الأسباب التي خرج السودانيين لأجلها للإطاحة بالبشير. للأسف الشديد استمرت هذه الأزمات بعد ظهور الحكومة الجديدة لعدة أسباب، كما قلت جزء منها التركة الثقيلة التي ورثها النظام الحالي أو الحكومة الحالية بقيادة الرئيس عبد الله حمدوك، إضافة إلى هنالك نعترف سوء إدارة في بعض الملفات. الحكومة تتبع في بعض الروشتات الإصلاحية الاقتصادية ذات الكلفة العالية. الحكومة اليوم تتبع اللي هي روشتة البنك الدولي التي تتضمن رفع الدعم عن سلع أساسية كالوقود وكالقمح، وفي حين إن الشعب السوداني غير جاهز بعد لهذه الإصلاحات التي تقول الحكومة أنها إصلاحات ولكنها قاسية بشكل كبير على المواطنين، من عكس على أوجه الحياة والمعيشة بشكل عام في السودان. نعم، اسمح لي أستاذ المقداد أن أشارك معنا في هذا الحديث أستاذ مختار. المروجون للتطبيع مع إسرائيل في السودان أستاذ مختار سوقوا لتل أبيب على أنها ستكون المنقذ الاقتصادي للبلد، ليتبين أن الموضوع كان مجرد حفنة من القمح. هل كان السودان دون خيارات أخرى فعلا، أم أن ما تقوم به إيران على مدى عقود من المقاومة الاقتصادية كان ممكنا في هذا البلد أيضا؟ نعم، يعني هذا كان ممكنا أن يحصل كذلك في السودان. يعني المقاومة الاقتصادية أثبتت نفسها في الجمهورية الإسلامية، نتيجتها كان الاكتفاء الذاتي، وأنه إيران الآن في كثير من الملف خاصة الموضوع الاقتصادي أو يعني مما يخص معيشة الشعب، يعني إيران استطاعت التوصل إلى اكتفاء الذاتي خاصة في المنتجات الغذائية. ولكن أنا أريد أقول جملة واحدة، من يعني هناك لديه الآن ثقة بالكيان الصهيوني أو يعتمد بالكيان الصهيوني؟ أي دولة تكون
في هذه المنطقة، فعليها أن تعلم بأن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون يكون المنقذ، بل هذا الكيان يعني هو ليس منقذا، هو يأتي من أجل السيطرة على تلك الدول بأهداف أمنية أو على مقدرات وحتى على اقتصاد ذلك البلد، بما يحصل بالنسبة لبعض الدول الأفريقية الذي الآن يسيطر على اقتصادها يعني الكيان الصهيوني. فلذلك أنا أعتقد الكيان الصهيوني لا يكون منقذا لأي دولة في هذه المنطقة. أستاذ المقداد، أعود إليكم بسؤال أخير. تحدث ضيفنا من طهران أستاذ مختار عن الاعتماد الذاتي، أسألك هنا عن هذا الموضوع وأسألك ما السبيل اليوم في السودان للنهوض مجددا من هذه الأزمة؟ النهوض الاقتصاد السوداني عموما يقوم على الاعتماد على الانتاج المحلي. السودان كما ذكرت في التقرير ومشكورين قرأتم جزء من هذا التقرير، انه سلب غذاء العالم العربي. السودان يمتاز بمعادن، يمتاز بزراعه، يمتاز بانهار، يمتاز باجواء تساعد على 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 انتاج. يعني نحن نقول حتى اذا زرعت حديدا فإنه في السودان ينبت، ولكن للأسف الشديد تم إهمال هذه القطاعات لفترة طويلة، وفي المقابل يتم الاعتماد حاليا على المعونات الخارجية والمنح الخارجية، وهي لا تمثل بالنسبة لأكثر السودانيين وحتى الاقتصاديين منهم حلا. الحل يكمن في الإنتاج ويكمن في النهوض بالقطاعات الإنتاجية، ولا يكمن بأي حال من الأحوال في روشتات البنك الدولي أو في الاعتماد على الخارج أو في تأسيس علاقات خارجية من أجل جلب المنح والمعونات للسودانيين. شكرا لك أستاذ المقداد خالد، كنت معنا كاتب اليوم. أما أستاذ مختار فأنت باق معنا، واسمح لي بأن تذهب معنا في جولتنا اليومية على صفحات الميادين على الإنترنت. البداية من الميادين باللغة العربية، وفي صفحتها الرئيسية نقرأ حول الأحكام السعودية بحق أردنيين وفلسطينيين والتهمة دعم المقاومة، وأيضا مواكبة لآخر التطورات على مستوى المنطقة والعالم. وضمن تغطية الميادين تونس الجمهورية الثالثة، كتب محمد منصور أن الجيش التونسي بات يواجه حاليا تحديا جديا قد يجعله لاعبا طرفا سياسيا فاعلا في تونس خلال المرحلة المقبلة. إلى صفحة الثقافة وافتتاح مهرجان القدس السينمائي باب الترشيحات لدورته السادسة. ولمن لم يتابع أولمبياد طوكيو ولم يعرف لمن ذهب أكبر عدد من الميداليات، هذا التقرير ضمن صفحة إنفوغراف سيلخص لكم مشاهدينا الحدث الرياضي العالمي الذي اختتم قبل يومين. إلى الميادين إنجليش وفي صفحته الرئيسية دائما وللأسف تتصدر أخبار الحرائق، إضافة إلى تطور المشهد الأفغاني مع التقدم الميداني لحركة طالبان. ماذا اخترنا لكم من الميادين إنجليش؟ اخترنا فيديو يلخص قصة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، هذا السياسي الديمقراطي الذي تابع الجميع مؤتمراته الصحفية في ذروة انتشار كورونا، ويقال إنه كان يطمح لخوض انتخابات الرئاسة. وصلت قصته إلى خواتيمها حيث استقال بعد اتهامات له بالتحرش. وفي صفحة المقالات كتب أليوت بورن أن التحول الجيوسياسي العالمي انتهى، بحيث أن هيكل قوة دولية جديدة يأخذ مكانه بثبات الآن في العالم. يقول الكاتب لا تزال الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الكبرى في الكون، لكن هذا الجيش الأمريكي كما أشار نوم تشومسكي يقوم على تدمير البلدان، لكن ليس في استطاعته كسب الحروب. ونختم بالميادين إسبانول الذي يمكن من خلاله متابعة كل التطورات في أمريكا اللاتينية وأيضا أخبار منطقة الشرق الأوسط لكل متحدثينا باللغة الإسبانية. وفي الأخبار نقرأ سانتا لوسيا تهدد بأن تحذو حذو البيرو بالانسحاب من مجموعة ليما، ونتابع أيضا نيكاراغوا تدين ما وصفته بالتدخل الإسباني الوقح والمستمر في قراراتها الداخلية. ونختم بهذا المقال حول انحياز منظمة Human Rights Watch لإسرائيل، حيث ترى الكاتبة مورين كلير ميرفي أن المنظمة ترسم تكافؤ زائف بين قوة استعمارية وأقوى ترسانة في العالم من ناحية المقاتلين المحرومين من وطنهم والذين يعيشون في أراضي محاصرة ومضطربة بشكل متكرر من ناحية أخرى. هذا ما جاء في الميادين إسبانول.
الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. مما لا شك فيه أن ما ينتظر حكومة رئيسي كما عهده ملفات كثيرة واستحقاقات أكثر في الداخل كما في الخارج، ما يجعل ولادة الحكومة أمرا ملحا لوضع قطار العمل على السكة المرسومة له. ولكن قبل أن نناقش الحدث هذا اليوم مع ضيفنا أستاذ مختار حداد، الزميل أحمد البحراني يطلعنا على بعض عناوين الصحف الصادرة في طهران. صباح الخير زميلي أحمد وتفضل. اهلا مايا، صباح الخير، تحيه لك ولكافه المشاهدين. كما اشرت مايا قبل قليل، هناك جمله من القضايا والعناوين الرئيسيه التي تهم المواطن الايراني وايضا الصحف الايرانيه. الصحف الصادره اليوم ركزت على توجيهات الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لمكافحه كورونا، لمكافحه الموجه الخامسه من هذا الفيروس، وبالتحديد سلاله دلتا المتحوره خلال الأسابيع الأخيرة والتي أدت إلى وفاة عشرات الآلاف من الإيرانيين، وأيضا بعض الصحف التي تناولت التحديات والصعوبات التي تواجه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في الفترة المقبلة، والبعض الآخر الذي تناول مستقبل الاتفاق النووي ومستقبل المباحثات النووية في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق. مايا، نبدأ من صحيفة كيهان التي عنونت بدء مراجعة وتفتيش المرتبات الشهرية العالية جدا وأوضاع المياه والصرف الصحي في خوزستان في البرلمان الإيراني، والمقصود بطبيعة الحال من المرتبات الشهرية العالية المرتبات المخصصة لبعض المسؤولين الإيرانيين. إلى صحيفة أرمان ملي وفيها نقرأ مايا الاتفاق النووي طريق العبور من الأزمة. الصحيفة تدعو الرئيس إبراهيم رئيسي إلى العودة إلى المباحثات النووية، خاصة وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني وأيضا وزير الخارجية محمد جواد ظريف وقبل أسابيع كان قد أكدا أن 95% من العقوبات سترفع بموجب التفاهمات التي حصل عليها الوفد الإيراني في فيينا خلال الأسابيع الماضية. إلى أفتاب يزد ومن عناوين مقالاتها، أكبر مشكلة تواجه رئيسي هي مكافحة الفساد. صحيفة إيران الحكومية مايا عنونت بالعنوان العريض الدعوة للمشاركة في مؤتمر بغداد، رئيس الوزراء العراقي يدعو إبراهيم رئيسي للمشاركة في مؤتمر دول الجوار العراقي، والرئيس الإيراني الذي وخلال استقباله لفؤاد حسين وزير الخارجية العراقي أشار إلى حرص إيران وحساسيتها حيال أمن ورفع وحل المشاكل العراقية. ونختم بما كتبته صحيفة شرق حول سبب تأخر رئيسي في تقديم تشكيلتها الوزارية، حيث يقول الكاتب حسين مسعود نيا، التوقعات في الشارع الإيراني كانت تميل إلى أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي سيقدم تشكيلته الحكومية بسرعة نظرا لتوجيهات المرشد الإيراني بالإسراع في تأليف الحكومة، ولا سيما في ظل الظروف الحالية في الداخل الإيراني والخارج. الحكومات الإيرانية السابقة منذ زمن هاشم رفسنجاني اعتمدت على قاعدة من القوى الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ولم يكن هناك توحيد في الرؤى بين الصفوف هذه القوى في الملفات الداخلية والخارجية، وكانت تبرز دائما خلافات بينها منذ تولي الحكومة لمسؤولياتها. ويبدو أن القوى التي تستند إليها حكومة رئيسي أيضا لها هذه الطبيعة، ولهذا السبب تأخر الرئيس رئيسي
في تقديم تشكيلته الحكومية. هذا أبرز ما ركزت شكرا لك زميلي أحمد البحراني الصحف الإيرانية الصادرة اليوم على قراءة هذه الصحف. كنت معنا من طهران. أجدد الترحيب بكم أستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ مما تفضل به الزميل أحمد من صحيفة إيران حول زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران. أسألك عن هذا الموضوع بالتحديد. على موقع الميادين نت بالمناسبة كتب الأستاذ حسني محلي متسائلا قمة دول الجوار في بغداد هل نتفائل؟ أجير لكم السؤال ولكن من زاوية محددة، هل نتفائل بتقارب سعودي إيراني على هامش هذه القمة؟ نعم، يعني إيران والسعودية منذ فترة بدأوا مباحثات مهمة، وهذه المباحثات بدأت في المرحلة الأولى بدور عراقي، يعني تم استضافتها في بغداد والآن مستمرة هذه المحادثات ولا تنشر عنها تفاصيل، يعني بسبب حساسية المفاوضات، وهي ستصل إلى نتائج يعني مهمة خلال الأسابيع القليلة أو حتى الأشهر يعني القليلة القادمة. وفي هذا الإطار يعني إيران قبل يعني أشهر عندما زار مستشار الأمن القومي العراقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتقى بالسيد علي شمخاني، إيران أكدت بأنها ترحب بأي دور عراقي في يعني حل مشاكل المنطقة أو حتى الوساطة بين إيران والسعودية. ورأينا بعد ذلك بدء تلك المفاوضات بين طهران والرياض، ونعتقد يعني أنا أتوقع يعني الرئيس رئيسي ممكن أنه يعني هو سيشارك في هذه القمة، ولكن يعني يجب أن نرى يعني أولا مستوى المشاركات في هذا المؤتمر، وذلك يتبين يعني بعد هذا الموضوع. من المتوقع أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه القمة، ومن هنا أسألك هل يفضي ذلك لتهيئة ما لجولة المفاوضات النووية المرتقبة في أيلول سبتمبر المقبل؟ نعم، يعني إذا هناك حصل اللقاء بين الرئيسين، لأن فرنسا الآن طرف مهم داخل هذه المفاوضات، لأنه موقف روسيا والصين هو موقف واضح، يعني هو دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الملف النووي والمفاوضات الحالية. ولكن يعني الآن نظرا بأنه المفاوضات هي تتم بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة، فإذا حضر الرئيس رئيسي إلى هذه القمة من المؤكد يعني هذا اللقاء سيساعد على حل هذا الموضوع. يعني إيران لن تنهي هذه المفاوضات، من المؤكد إيران خلال الأسابيع القادمة ستذهب إلى فيينا، ولكن إذا هناك لم نرى أي تحرك أمريكي، تغيير في الموقف الأمريكي الذي وعد بتصحيح موقفه، ممكن أن تكون الجولة القادمة هي الجولة الأخيرة، ولكن يعني المهم النتيجة من هذه الجولة. عندما نتحدث أستاذ مختار عن جولة مفاوضات جديدة، الأمر يدفعنا حكما للحديث عن الحكومة الجديدة المرتقبة للرئيس رئيسي. صحيفة شرق الإصلاحية التي أطلعنا على بعض ما جاء فيها الزميل أحمد البحراني عزت تأخر التشكيلة إلى اختلاف وتباينات في الرؤى في صفوف قوى التيار الأصولي، هل هذا ما يحصل فعلا؟ لا، في الحقيقة السيد رئيسي يعني قام ببادرة تاريخية في إيران، عندما فتح موقعا طلب من الشعب والنخب أن يقدموا الأشخاص المناسبين للوزارات وكذلك مناصب مساعد الوزراء والمدراء في تلك الوزارات. يعني هناك السيد رئيسي كان أمامه في بعض الوزارات يعني قوائم ممكن تصل إلى 10 أشخاص أو حتى 15 شخصا، والسيد رئيسي يريد يشكل حكومة من الكفاءات، يعني هو لا يرى أن هذا الشخص ينتمي لأي تيار، بل يريد يراه بأنه هذا الشخص أن يكون كفوء يستطيع أن يقوم بحل مشاكل البلاد في تلك الوزارة. والآن المشكلة هي في الوزارات الاقتصادية حسب المعلومات، يعني يريد أن يصل إلى الأشخاص المناسبين في الوزارات التي تخص الاقتصاد والطاقة. صحيفة الأخبار اللبنانية بقلم محمد خواجو تحدثت عن خلافات بين إبراهيم رئيسي الرئيس المنتخب ونائبه الأول محمد مخبر حول حقائب ترتبط كما ذكرتم بالشؤون الاقتصادية. يعني هل من حلحلة لهذا الأمر، وهل فعلا هو العقدة التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الجديدة؟ لا، أنا لا أعتقد أن تكون خلافات بين السيد رئيسي وبين السيد مخبر، لأنه حتى يعني في ذلك اليوم الذي نشر
نشرت هذه المعلومات، قالوا أن السيد مخبر قال أنه لا يريد أن يصبح نائبا للرئيس الجمهورية، وبعد ساعة رأينا أن تم إصدار قرار بأنه نائبا لرئيس الجمهورية. المشكلة ليس بهذا الشكل. صحيح ممكن أن تكون بعض التيارات تقول مثلا أنه من الجيد أن يكون هناك شخص من تيارنا في الوزارة، ولكن في نهاية المطاف السيد رئيس يريد أن يختار الكفاءات. يعني عندما هو اختار السيد مخبر نائبا للرئيس الجمهورية، السيد مخبر كان رجلا ناجحا يعني خلال فترة رئيس لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني في موضوع مكافحة كورونا، إنتاج لقاح باركات، وكذلك يعني دعم الشرائح الضعيفة من الشعب الإيراني. فلذلك أنا لا أعتقد أن الموضوع الآن يكون موضوع خلافات، فأنا أعتقد يعني الآن الموضوع هو موضوع التوصل إلى الشخص المناسب. كما ذكرت يعني الآن كوزارة الاقتصاد هناك يوجد مرشحين، فهو يريد أن يختار الأفضل لهذه الوزارة. لو تكرمتم أستاذ مختار، الآن وكالعادة الختام بجديد اليوم. جديد اليوم، زيارة هي الأولى لوزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد إلى المغرب في رحلة مباشرة لشركة العال. وبحسب صحيفة تديعة أحرونوت، فإن لابيد سيوقع اتفاقات تعاون وسيدشن مكتب الارتباط الإسرائيلي في العاصمة الرباط، كما سيلتقي المجتمع اليهودي في كازابلانكا، وسيبحث مع وزير الخارجية المغربي إمكانية رفع مستوى العلاقات وفتح سفارات. إذن أستاذ مختار، مؤتمرات وصفقات النيو تطبيع أقيمت بشكل أساسي لمواجهة إيران، كيف تراقب طهران هذه الزيارات ونشاط حلف دول النيو تطبيع؟ نعم، للأسف هناك يعني دول دخلت في التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي لم تتلقى التجربة والعبر والدروس من هؤلاء الذي يعني قاموا بنفس هذه الإجراءات ومثل هذه الصفقات مثل الكيان الصهيوني، والآن رأينا يعني ماذا حدث وكيف كان مصير هؤلاء. ولكن في نهاية المطاف من إيران لا تسمح بأن الكيان الصهيوني يحضر في هذه المنطقة وأن يريد أن يخل بأمن هذه المنطقة. إيران أوصلت رسائل لبعض هذه الدول بأنه إذا تم أصبحت هذه الدول قاعدة من أجل يعني ضرب استقلال المنطقة والقيام بإجراءات أمنية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من المؤكد إيران سترد على هؤلاء وعلى مصدر تلك الإجراءات مهما تكون هذه الدولة، يعني حتى تكون إذا دولة جارة لإيران يعني في منطقة الخليج الفارسي. ولكن للأسف الشديد يعني هؤلاء هذه الدول هم يعني الآن يقوموا بمغامرة كبيرة، وأنا أعتقد في نهاية المطاف هؤلاء لن يصلوا إلى نتيجة من مثل هذه العلاقات. شكرا لكم أستاذ مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية ومدير الشؤون الدولية في مؤسسة إيران الإعلامية، كنت معنا من طهران. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة بالحبر الجديد، انتهى، إلى اللقاء.